فرايز بس بونو. هنقطع البطاطس مكعبات صغيرة عشان ما تاخدش وقت في السلق ونسيبها ربع ساعة، بعد كده نطلعها تسيبها تبرد خالص ونهرسها. هنحط عليها التوابل ملح وفلفل توم باودر بصل باودر وبابريكا. هننزل عليها بكمية النشا ونفضل نعجن فيها لحد ما تبقى عاملة زي العجينة بحيث ان احنا نعرف نشكلها. هنبدأ ان احنا نفردها ونشيل الزيادات اللي في الجناب بحيث ان احنا نطلع صوابع فرنش فرايز قد بعض. هنسيبها في الفريزر نص ساعة تمسك نفسها ونبدأ ان احنا نقليها. ما ننساش عشان تطلع مقرمشه نصفيها على مصفى مش على منديل. قولولي يلا بتحبوا تاكلوا الفرايز بصوص ايه؟ انا بحب صوص البيج ماك. وبون ابيتي. ليه نجيب الشيبس من بره لما احنا ممكن نعمله في البيت ويبقى بونو؟ هنقطع البطاطس تشيبس، هنغسل بقى البطاطس دي لحد ما تطلع كل النشا اللي فيها. المايه كده لسه فيها نشا، نفضل نغيرها كل شويه لحد ما تبقى صافيه تماما. نجيب اي حاجه ليها غطا ونحط التوابل بتاعت الشيبس. اول حاجه ملح، بابريكا، طبعا انتوا عارفين هنحط ايه دلوقتي، توم باودر وبصل باودر، سكر باودر، واخر حاجه الشطه اللي بيحبوا الحاجات سبايسي. ونقلب كل ده. هنحط بقى البطاطس في التوابل ونقلب كل ده مع بعض. بصوا شكلها حلو ازاي وهي مليانه توابل. يلا بينا عشان ندوقها. كرانشي هاش براون بس بونو. اول حاجه قشرنا البطاطس، هنسيبها تتسلق نص سلقه ونسيبها لحد ما تهدى خالص. 2 hours later. البطاطس اهي هديت خالص، يلا بينا نبشرها. هنحط معلقه زبده. نحط بقى البطاطس بعد ما بشرناها عشان نديها تشويحه. هنحط بقى التوابل ملح، فلفل، بابريكا وتوم باودر. قلبنا التوابل فيها كويس، هنسيبها لحد ما تهدى خالص عشان نشكلها. هديت خالص، هنحط عليها النشا. انا هقلبها بقى كويس في النشا ده. يلا بينا عشان نشكلها. خلصنا الكميه، هنسيبها ساعه في الفريزر. دي احلى هاش براون ممكن تاكلوها. بون ابيتي. بوتيتو بولز بس بونو. هنقطع البطاطس كيوبس ونسلقها، وبعد ما تبرد خالص هنهرسها. هننزل عليها بالنشا وملح وفلفل وبابريكا وتوم وبصل باودر. بعد ما نقلبهم كويس في بعض هنبدا نشكل العجينه على كور، مش كبيره قوي ومش صغيره قوي. ممكن كمان نحط عليها بقسماط ناشف لو حابين وندخلها الفريزر قبل ما نقليها لمده ساعه. تعالوا اسمعوا صوت القرمشه واحنا بنصفيها عامل ازاي. ممكن كمان تحطوها على ستيكس لو عايزين. وبون ابيتي. هوت دوغ بوتيتو بس بونو. اول حاجه هنقشر البطاطس ونقطعها ونسلقها. بعد ما نهرسها هنحط عليها ملح وفلفل وبابريكا وتوم وبصل باودر ونشا. بعد ما نعجن كل ده كويس في بعضه هنفرد حته حته وندخل جواها الهوت دوج ونقفلها عليها. هنحطها نص ساعه في الثلاجه ترتاح، ونحضر بيض وبقسماط عشان تديها طبقه كرانشي اكتر من بره. بعد ما نخلص الكميه هنحطها في الفريزر من نص ساعه لساعه قبل ما نقليها. كانت بونو قوي، لازم تجربوها. احلى بون ابيتي.